الايام اللي انت حسيت بقى فيها انك اصبحت فريد الاطرش على مستوى الوطن العربي كله، كان متمثل في ايه؟ في بعد نجاح افلام معينه ولا بعد نجاح اغاني معينه؟ والله انا حسيت بنجاحي فعلا الاكيد يعني بعد افلامي. الاول نجحت في الاذاعه وكنت مشهور محليا يعني في القاهره، لان ما كانش عندنا محطات مثلا بتوصل لبعيد كتير، لامريكا، للبلاد كلها في الدنيا. لكن بعد ما المحطات بقت قويه جدا والموجات بقت متعدده وبقى الناس يسمعونا وصوت العرب من بره في الخارج، وعن طريق افلامي اتعرفت في البلاد التانيه عن طريق الافلام، من انتصار الشباب وبعدين احلام الشباب وبعدين حبيب الامر، خصوصا حبيب الامر. انتصار الشباب كان نقطه تحول لان برز فيها المواهب اللحنية يعني، والتجديد اللي أدخلته على الموسيقى الشرقية من حيث كورالات ومن حيث أوبريت ومن حيث أغاني متطورة، كل الحاجات دي وآلات أدخلتها، آلات غربية أخضعتها للشرق. يعني أنا ما أخضعتش النغمة الشرقية للآلة الغربية، أخضعت الآلة الغربية للنغم الشرقي. ده كان واضح في حبيب العمر. ده كان واضح في حبيب العمر، هي التوب بتاعي. إن قدرت إني أعمل حاجة شرقية بآلات غربية، لكن أخضعت الآلة لشرقيتي. أنا ما جيتش أقلد ولا عملت إيقاعات مثلا غربية ولا اقتبست ولا لأ. أنا كلها أتحدى يعني إذا كان حد يجيب لي جملة من حبيب العمر ولا من أي فيلم بعد كده أنا عملته، الا مره او اتنين في حياتي جمله ضعفت حبيتهم زي لقيتك لابس جرافته حلوه حبيت ان انا البسها، مش عن ضعف فني، لانه اللي لحن مئات والوف الاغاني دي مش هيعجز على كونه يلاقي جمله مشابهه. فانا لقيت جملتين مره في حياتي ضعفت ان حبيتهم، حبيت ان انا اغنيهم. فاكرهم الجملتين دول؟ ليه تقول ليه ده انا بحبك مثلا، دي من فيلم بلاد اند ثاند. يعني انا عجبتني الجمله دي اقدر الحنها دلوقتي وانا قاعد 300 مره كل مره شكل، لكن حبيتها بالكيفيه دي. وده مش عيب، لانه في مره واحد اسمه ستوكوفسكي سرق جمله، اقتبس جمله من بيتهوفن وقال انا رغم كل يعني كان موسيقار عظيم، قال انا ما لقيتش حاجه توصل الاوبرا بتاعتي دي غير الجمله دي، فانا حطيت ما لقيتش اجمل منها. فانا خدتها عشان بتوصل بين جمله وجمله، فكانت الجمله دي اعمق ما قدرتش اني اوصل لاجمل منها، فخدتها وحطيتها هنا. فده مش عن ضعف. ده كان في ليه تهجرني ده بحبك. لا ليه تهجرني ده بحبك، هذا جمله اثنين في حياتي ما اذكرهمش وما لهمش اي قيمه. يعني كنت اقدر الحن بالطريقه دي بس انا عجبوني مش عنه. وبعدين لا، لما لقيت نفسي يمكن اضعف ومستقبلا ابتدي مثلا الطش موسيقى بطلت. لأنه قلت لا، يمكن المرة دي عجبتني، لا كل مرة تعجبني شكل ما أنا يمكن موهبتي تضعف أو تقل، لأن هعتمد على السرقة وهعتمد على الاقتباس بعدين. لأن أتعب نفسي ليه بقى؟ كل مرة أجيب جملة ومش ضروري أنا أتعب، ألاقي جمل جاهزة أروح لطش وأعمل قبليها جملة من عندي وأعرضيها جملة وأرتب لحن عليها وأقول ده الحين فريد الأطرش. ده يبقى مش مظبوط، مش كوريكت، مش أونست. فلقيت نفسي أنا لازم ابتعد عن جو الاقتباس عشان خاطر لا يقال عني اني انا فنان بقتبس موسيقى او اني بخلط موسيقانا شرقيه باي جمله. وبطلت دي من 30 سنه يعني، اظن انت عفو عني يعني، الناس تعفو عني اذا كنت انا ضعفت مره في حياتي ولا حاجه زي كده. الاستاذ فريد الاطرش يمكن من عظمه الكلام اللي قلته يمكن قلما ان فنان بيقول ان انا في يوم من الايام تاثرت بجمله موسيقيه. اللي انت قلته دلوقتي عن بعض الحانك اللي تاثرت فيها بالحان مشهوره، ده عظمه الفنان الحقيقي اللي بيواجه نفسه وما بيكابرش وينكر. وده ممكن بيخليني اقول لفريد الاطرش ان في خلال الايام الفنيه الكثيره اللي امتعنا فيها بفن عظيم، كان في ايام في وسطيها بيذكرها بحزن واسى. انا بقول انه الاختلاف انا لا اقبله، لانه ده ضعف مش قوه. بالعكس انا اذا اعترفت ان انا ضعفت مره ده عن اخلاق فنيه، لان انا مش ممكن اني انسب لنفسي جمله ما تكونش بتاعتي والناس عارفاها انها مش بتاعتي. فانا قلت لك ان انا حبيتها مش عن ضعف فني، لان انا لو انا ضعيف في التلحين ما كنتش بعديها عملت عشرات الاغاني الرائعه اللي زي اول همسه والربيع اللي هي احلى اغانيه واللي مش ممكن تموت وعايشه في قلوب الناس وبدون غرور هتفضل عايشه على مر السنين. يعني لما نجيب الربيع مش متذكر اغنيه الربيع؟ انا مش عارف مين
حبب تاني في التاني. يعني هل الربيع حببنا في أغنية الربيع ولا أغنية الربيع حببتنا في الربيع؟ لأن الاثنين مرتبطين زي أخوة. يعني لما بتذكر ربيع بتذكر أغنية الربيع. الألحان دي هي بنادي عليك وحكاية غرامي ونجوم الليل وسألني ليه بتسهر ليه وكل الأغاني اللي عشناها بعد كده كانت بعد الجملة المختلفة دي. يعني أنا اللي قدمت الألحان كلها الرائعة دي والخالدة حاجز عن كلها ألاقي جملة، لا أنا بقول إني لقيت جملة حبيتها عجبتني زي ما استشهدت ببيت هوفن وتوفسكي إنه خد مني واعترف إنك موجودة في كتابه، قال ما لقيتش أوقع منها عشان تكمل لي، فأنا حبيتها وحبيت إني أغنيها مش عن بعض، لا عن شيء عجبني واشتهيت إن أنا أقوله. فأنا بعد كده قلت لا لما تفتكروني أنا ضعيف وبطلت ممتنع، والحمد لله اللي أنا قدمته بيرد على كل مدعي إن أنا ضعيف أو إن أنا يعني أقتبس. كان المسيح الوتر الحالم على قيثارة الوطن العربي، فريد الأطرش الحاضر دائما في مجال الغناء. فريد الأطرش أعماله بتدخل القلب قبل الأذن.